السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مشتل حديقة القرآن النباتية. اليوم سنتحدث عن شجرة محورية، شجرة مهمة جدا جدا، ممتدة في التاريخ القديم وفي معظم الحضارات الإنسانية. هي شجرة اللبان. اللبان هي شجرة يستخرج منها راتنج أو مادة صمغية تعرف تجاريا باسم اللبان، وله درجات تجارية كثيرة جدا. ونحن هنا في حديقة القرآن النباتية نعمل على تجميع شجرة اللبان، وبالتحديد تجميع بعض الأنواع من الفصيلة البخورية التي يقع تحتها نوع اللبان. لدينا شجرة اللبان وأيضا شجرة البشام وشجرة المر، ثلاث أنواع من هذه الفصيلة الهامة التي تتميز بإنتاج راتنج اللبان أو المادة الطبية المستخرجة من هذه الشجرة. نود اليوم أن نحيطكم أو نطلعكم على ثمار اللبان. بفضل الله اللبان، أشجار اللبان الموجودة خلفي أثمرت، وطبعا بتبدأ الثمرة في التشكل في ظروف الجو القطري في منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر أبريل أو مايو، وبعدها بتتم عملية الإثمار. زي ما نرى في هذا المقطع بذور اللبان، وهي أيضا ظاهرة يعني تحدث في شهر يونيو مع أجواء الصيف الحار ومع تواجد درجة رطوبة مرتفعة.